أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يصرح بأن عام 2019 عام التنمية ويعتمد فيه حزمة من المشاريع الخدمية. افتتاح أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مدرسة 22 من مايو بالمكلا. مدينة سيئون تشهد الحدث الكروي باستضافة نصف نهائي بطولة كأس حضرموت. أهلا بكم. قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني خلال حديث أدلى به لبرنامج حديث المحافظ الذي يبث عبر أثير إذاعة المكلا، بأن السلطة المحلية بالمحافظة أطلقت على عام 2019 عام التنمية واتخذت إجراءات مهمة منذ بدايته تصب جميعها في صالح التنمية وتحسين جودة الخدمات واستقرارها، وأن التنمية إذا لم تكن محصنة من الفساد ستكون غير ناجعة. لذلك باركنا ودعمنا افتتاح مكتب لهيئة مكافحة الفساد بالمكلا، كما اعتمدنا 60 مشروع للشباب وسلمنا الدفعة الأولى للتمويل اللازم لبدء التنفيذ، مضيفا أن السلطة المحلية حصلت على تمويل صيانة الطرقات من بروم إلى الجسر الصيني وبقية الشوارع في مدينة المكلا ستتكفل بها السلطة المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى اعتماد حفر 4 آبار جديدة لتعزيز المياه استعدادا للصيف القادم. واعتمدنا 3 مشاريع لحل مشاكل طفح المجاري بالمكلا، بالإضافة إلى اعتمادنا لمشروع صيانة خور المكلا وتنفيذ مرحلته الثانية. وأن السلطة المحلية بالمحافظة تعلق آمالا كبيرة على دعم التحالف العربي، وقال سيزورنا وفد سعودي وآخر إماراتي قريبا للدفع بالتنمية والخدمات. واختتم المحافظ البحسني حديثه الإذاعي بالقول: أطمئن المواطنين بأن مسألة التنمية وخدمات المواطنين نصب أعيننا ومن أولويات عملنا، ولن نغفل عن أي شيء أبدا، وستتحسن الظروف والإمكانيات. نحن أطلقنا على هذا العام عام التنمية إنشاء فرع هيئة مكافحة الفساد في حضرموت. اعتمدنا 4 آبار إضافية استعدادا للصيف القادم، إعادة صيانة خور المكلا. نحن نعلق آمال كبيرة على الدعم الذي تقدمه دول التحالف. في الأيام هذه سيزورنا وفد من صندوق الأعمار السعودي، ضاف إلى ذلك أنه خلال أسبوعين القادمين من قيادة التحالف في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك وفد سيزورنا وسيعلن عن بدء العمل في المشاريع التي اعتمدت في مجال الصحة وفي مجال الكهرباء. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني القرار رقم 42 للعام الجاري، وقضى القرار بتشكيل لجنة للتحضير لفعالية أربعينية فقيد المحافظة والوطن الدكتور محمد سالم الجوهي عضو مجلس النواب رئيس كتلة حضرموت البرلمانية برئاسة محافظ محافظة حضرموت وعضوية الأخوة الدكتور خالد بالخشر والدكتور سالم باصريح والشيخ مبخوت بن ماضي والمهندس محسن باصرة والدكتور عبد القادر باعيسى والدكتور محمد الجوهي وصالح الجوهي. وقضت المادة الثانية من القرار بمباشرة اللجنة لأعمالها فور صدور القرار والاستعانة بمن تراه مناسبا عرفانا بجهود وعطاء الفقيد لمحافظته ووطنه. أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بالتنظيم الجيد لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم في نسختها السادسة والتي وصلت لمرحلتها الأخيرة وحققت نجاحات كثيرة من بينها تحريك وتنشيط الواقع الرياضي في المحافظة وخلق علاقات بين شباب أندية الساحل والوادي. وأثنى المحافظ على الحضور الجماهيري الغفير الذي حضر البطولة في جميع الملاعب التي أقيمت فيها المباريات في وادي وساحل حضرموت. ورفع محافظ حضرموت خالص التهاني لفريقي التضامن وسمعون لتأهلهما للمباراة النهائية للبطولة، كما هنى ناديي اتحاد سيئون وشباب القطن لبلوغهما النصف النهائي
وقدم خالص شكره لجميع أندية المحافظة التي شاركت في البطولة وأسهم بفعالية في إنجاحها، شاكرا جميع الجهات المساهمة بفعالية في إنجاح البطولة. إلى ذلك وجه محافظ محافظة حضرموت بإجراء المباراة النهائية للبطولة في ساحل حضرموت، وذلك لبلوغ فريقين من الساحل المباراة النهائية وللتخفيف على جمهور ناديي سمعون والتضامن وللإسهام في سرعة إجراء المباراة النهائية تتويجا للبطولة التي شهدت نجاحا ملحوظا وحققت أهدافا مرجوة. جرى اليوم بمدينة سيئون توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع حفر بئر ارتوازية بمنطقة عيدي بمديرية تريم بتكلفة إجمالية بلغت 185,000 دولار، وبتمويل نسبة وادي حضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط. وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها السلطة المحلية بالوادي والصحراء والجهة المنفذة للمشروع تنفيذ أعمال الحفر خلال فترة 5 أشهر من تاريخ تسليم الموقع بموجب المواصفات الفنية والمخططات الهندسية وبحسب جداول الكميات والرسومات العامة والخاصة بالمشروع المعمدة من قبل الطرف الأول. تسلم وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون درع شكر وتقدير من قبل قيادة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالساحل، حيث قدم الدرع المدير العام لمكتب الصحة الدكتور رياض الجريري نظير جهود قيادة مكتب التربية بحضرموت في تسهيل عملية نشر الوعي الصحي التثقيفي في مدارس مديريات المحافظة. وفي اللقاء تم مناقشة سبل التعاون المشتركة بين مكتب وزارة التربية والتعليم ومكتب وزارة الصحة بإطلاق الحملة التوعوية الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية المستهدفة لأطفال من سن 6 حتى 15 بكافة المدارس عبر إدارات الصحة المدرسية وبث الفلاشات الصوتية عبر أثير إذاعة المستقبل. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مدرسة 22 مايو للبنات للتعليم الأساسي بمديرية مدينة المكلا، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تحسين البيئة المدرسية بساحة الطابور الصباحي إضافة إلى الظلة وإطلاء الجدران وبناء المسرح. وأشار الوكيل عبدون إلى أن قيادة مكتب وزارة التربية يولي الاهتمام والعناية بمثل هذه المدارس القديمة والتاريخية في مديريات المحافظة من خلال التدخلات المقترحة، مشددا على الإدارة المدرسية بضرورة الحفاظ على جمالية المدرسة وحث الطالبات والتلاميذ على هذه المكتسبات التي تعود بالنفع والفائدة لهم. عقب ذلك قدمت قيادة إدارة مدرسة 22 مايو درع الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بالمحافظة نظير جهوده المستمرة والمتواصلة للمدرسة. ضبطت قوات خفر السواحل بعد عملية ترصد وتتبع من قبل دورياتها بسواحل حضرموت قارب يحمل عدد من الأفراد المهجرين بطريقة غير شرعية، حيث بلغ عدد المهجرين الغير شرعيين 135 يحملون عددا من الجنسيات الأفريقية وكان من بينهم 40 امرأة. وقامت قوات خفر السواحل باجتيادهم إلى موقع خفر السواحل لتفتيشهم والتواصل مع منظمة مهتمة بشؤون اللاجئين بحضرموت لأخذ الإجراءات الخاصة بشؤون اللاجئين. عقب ذلك تم تسليمهم لإدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وحذرت قوات خفر السواحل بحضرموت بعدم تهاونها وستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن واستقرار المحافظة وإلحاق الضرر بمواطنيها. أوضحت مصادر لقناة المكلا المحلية أن سفينة لؤلؤ كريتر التابعة لمنحة المشتقات النفطية السعودية تتجه إلى ميناء المكلا. وأضاف المصدر أن السفينة تحمل على متنها 3500 طن متري من مادة المازوت
المخصصة لمحطات كهرباء حضرموت ضمن منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات إنتاج الطاقة التي يقدمها البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن. شهدت كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت صباح اليوم إضرابا شاملا لطلابها في كافة الأقسام والمستويات الدراسية، معلنين بذلك دخول الإضراب حيز التنفيذ، حيث علق الطلاب الدراسة في كلية الهندسة والبترول عقب إضراب هيئة التدريس، وتسعى الجهات المعنية عن إيجاد حلول مرضية ورفع الإضراب واستمرار العملية التعليمية. وجاء الإضراب تلبية لدعوة أطلقها المجلس الطلابي بكلية الهندسة والبترول مساء أمس في بيان له دعا فيه جميع الطلاب للإضراب الكلي بعد انقضاء المهلة المحددة في أسبوع من وقفة احتجاجية سابقة. واستنكر بيان المجلس الطلابي تغاضي الجهات المسؤولة مع الأزمة وغياب مساعي معالجة المشكلة، مشيرا إلى المعاناة التي يتكبدها الطلاب في السكنات والعزب وتكاليف المواصلات والتغذية، مع أن الدراسة شبه متوقفة في الكلية. عاينت القافلة الطبية الخيرية التي أقامتها مؤسسة دار الشفاء بالمركز الصحي بمنطقة وادي بن علي بمديرية شبام 150 مريضا، حيث أجريت لهم فحوصات مختبرية وعلاجات مجانية في عدد من التخصصات الطبية في القافلة الطبية الخيرية ضمن مساهمة المؤسسة في خدمة المرضى في قرى ومناطق الوادي النائية وتخفيف معاناتهم في العديد من التخصصات النوعية بمشاركة عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين. وأوضح مشرف القافلة والمسؤول الطبي بمؤسسة دار الشفاء الخيرية الدكتور علوي أحمد السقاف أن هذه القافلة تميزت بتخصصات نوعية من خلال مشاركة الدكتور استشاري أمراض العظام واختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة واختصاصي أمراض المسالك البولية واختصاصي أمراض الأطفال وحديثي الولادة ومقيم في قسم العظام. حدث كروي شهدته مدينة سيئون تمثلت في احتضان دور نصف نهائي بطولة كأس حضرموت السادسة، وتواكب هذا الحدث الزخم الجماهيري الذي فاق التوقعات. تفاصيل هذا الحدث رصدها لنا الزميل فادي حقان من خلال تواجده في مدينة سيئون، نتابع. هكذا هي بطولة حضرموت الكروية تسطر أروع الأحداث والمشاهد الرياضية، تعود بنا إلى ذكريات العصر الذهبي الكروي الرياضي الجميل الحضرمي، لكن ليس في الأداء الفني الذي ما يزال محتاجا أو ما يزال يحتاج إلى الكثير من التطور، بل في زخمها الجماهيري واحتشادهم منذ الساعات الأولى لانطلاقة مجريات أحداث المباريات الكروية في أدوارها الختامية. الرعاية الكاملة التي توليها قيادة السلطة المحلية في المحافظة تتمثل براعي الشباب الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وتقديمه الدعم الكامل لهذا الحدث الكروي، جعل من القائمين على التنظيم أن يبذلوا قصارى جهدهم في الوصول إلى تحقيق نجاحات أكبر لهذا المحفل الرياضي الكروي الحضرمي. مدينة سيئون كانت على موعد مع حدث رياضي كروي في نصف نهائي البطولة كتجمع بين أندية ساحل ووادي حضرموت، فأصبحت محط أنظار الجماهير الرياضية المؤازرة لأنديتهم، خاصة الذين زحفوا من المكلا والشحر من أجل مرافقة أنديتهم التضامن وسمعون. بملعب الشهيد جواس كان أطراف النزال اتحاد سيئون مع التضامن في المباراة الأولى وشباب القطن مع سمعون الشحر في المواجهة الثانية، وكلا المباراتين شهدت الحشد الجماهيري الكبير الذي لم يتسع له ملعب جواس الذي أغلقت أبوابه قبيل انطلاقة المقابلتين، فاضطر أغلب الجماهير إلى الصعود بسطوح الاستاد الأولمبي المنتظر افتتاحه لمشاهدة المباراتين، بل وحتى في سطوح البيوت المجاورة والمحاذية للملعب. الروابط الرياضية المؤازرة لأنديتهم في هذا الحدث الكروي كانت هي العنوان الأبرز والمتميز، والتي جعلتنا ألا نلتفت إلى المستوى الفني للفرق داخل أرضية الملعب من جمالية الأهازيج والصورة الرائعة
التي يقدمها المبدعون بأصواتهم الشجية. أما عن تفاصيل المباريات وبشكل مختصر، في المواجهة الأولى كان الطرفان اتحاد سيئون مع التضامن. عصر الجمعة انتهت بفوز للضيوف بهدفين مقابل هدف. تقدم الضيوف عن طريق اللاعب المايسترو للتضامن حلمي بحافظ الذي يعد الأفضل من حيث الاستحواذ والسيطرة وبناء الهجمات في الملعب في منتصف الشوط الأول، ثم جاء التعديل لنجم الاتحاد اللاعب رشاد النوبي من كرة ثابتة لم يتمكن الحارس كاكو من التصدي لها. ومع الدقيقة 37 ظهر رجل المواقف الصعبة للأزرق القائد والنجم عمار الكلدي إلى تسجيل هدف الفوز وصعد بفريقه إلى نهائي الكأس. وعن المباراة الثانية التي كان أبناء سعاد الزبينة في الصمود وصناعة حلم طال انتظاره أمام زعيم حضرموت كما يطلق عليه فريق شباب القطن بفوز 70 بهدف جاء من تسديدة قوية ورائعة بأقدام اللاعب صابر المعلم. وظل القطنويون يحاولون رغم بداياتهم الهجومية على مرمى سمعون خلال الشوطين ووسط صمود دفاعي وتألق لحارس مرماهم الذي يعد من أفضل حراس البطولة، لتنتهي المباراة بفوز سمعون الذي رافق الأزرق التضامني إلى نهائي الكأس السادسة والساحلية وسط خيبة أمل من أندية الوادي التي كانت جماهيرها تحلم وتتطلع بتتويج أحد أنديتها بهذه النسخة، خاصة وأنها ستكون على موعد افتتاح أول أستاد رياضي نوعي على مستوى حضرموت واليمن. ختام، لقد أظهرت الجماهير الرياضية صورة مشرقة لمستقبل قادم لرياضة حضرموت، وإن وجد الاهتمام في بنيتها التحتية ومواهبها الرياضية من قبل السلطة والمختصين في الشأن الرياضي. لقناة المكلا فادي حقان. بهذا التقرير الرياضي مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يصرح بأن عام 2019 عام التنمية ويعتمد فيه حزمة من المشاريع الخدمية. افتتاح أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مدرسة 22 من مايو بالمكلا. مدينة سيئون تشهد الحدث الكروي باستضافة نصف نهائي بطولة كأس حضرموت. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. We'll be right back.